مرحبا، نحن اليوم رح نكفي سلسلة تعليم الرهينة. رح نحكي شوي عن اكسترود. رح نحكي فعلا اكسترود كيرف واكسترود سيرفس. فنحن بدنا نشتغل الدرس اليوم على الكيرف، والدرس الجاي نكفي بالسيرفس. بالبداية أنا رح أرسم هذا الخط، وممكن نعمل شكل مغلق بهذا الشكل. رح أحدد كل شيء وأعطيه زوم سيلكتد. فأنا خليني نصغر السكيل تبع شوية. هاي راح اخذ اكسترود كير. بس قبل ما نحكي عن الاكسترود كير، نحن الاكسترود فينا نلاقيها في السيرفس from 3 to 4 points. في عنا موجودة هون الاكسترود، واشكال الاكسترود اللي نحن بنشتغل عليها، او فينا نلاقيها بالسيرفس اكسترود كير كمان موجودة هي ذاتها. فأنا راح أخذ extrude curve من الكوماند، فهي الطريقة الأريح والأسرع بالاستخدام بالمستقبل لما نصير نعمل project كامل الراين. راح أخذ extrude curve. بالبداية راح أشيل التفعيل على السوليد، راح نحكي عنهم وحدة وحدة. الديستانس اللي أنا بدي إياها، في بكل بساطة أعطي الرقم اللي أنا بدي إياه 44 مقلة، وبتعطيني إياه بشكل مباشر. عنا المسافة من هون لهون هي 44 باليونت اللي عم نشتغل فيه. سوري، انا ضغط 33 مش 44. بكل الاحوال في اعطي كنترول زد كنترول زد، ارجع اخذ اكسترود كير، راح فعل البوت سايد، هي صارت عم تشتغل على جهتين، واختصارا في نعطي بي وانتر. عملية كثير بسيطة. extrude curve البي راح نخليها او راح نشيلها، بل نعطي 33. فاعطتنا extrude لفوق 33 ولتحت 33، total صار عندنا 66. طيب راح اعطي extrude curve، راح اشيل تفعيل both side، راح اعطي تفعيل للسوليد. السوليد صارت عم تعطيني اياها بشكل مغلق تماما من فوق ومن تحت، لان يعني نحن عندنا اللي كانت تطلع النتيجة عندنا بالسابق هي هيك، يعني ما انا مسكرها هون صارت تطلع انا مسكرة. بننتبه لازم يكون عندنا شكل مغلق، حتى لو كان الشكل المغلق عشوائي، يعني ما كان نظامي 100% بهذا الشكل. على سبيل المثال اعطيناه اكسترود كير، راح اعطيه يس هون، راح فعل السوليد، فراح تطلع عندي هيك سكرت لي المكان المغلق فيه. طيب بكل الاحوال نحن راح نكفي. رح اعطي extrude curve كمان البوت سايد، رح اشيلها، سوري السوليد رح نشيلها. رح اعطي direction يلي هي حرف الدي. انا بدي مثل ما نحن شايفين من هون انه عم تطلع بشكل شاقولي، انا بدي اياها تمشي بهذا الشكل، يعني زاوية مختلفة. بضغط على الدي، بعطي من هون لهون، بتصير تخرج بهذا الشكل. هذا الشكل اللي صار عندي. طيب رح نكفي هذا الشغل تقريبا كله اللي بخص الاكسترود. رح اعطي اكسترود كيرف لهذا الشكل، نفس العملية نفس الحكي، بس اكيد ما في عندنا سوليد هون لان ما في شيء نسكره، فبيطلع لنا هذا الشكل شكل السيرفس. طيب بفرض انا بدي هون عم تطلع عندي بشكل مستقيم، انا بدي اياها تطلع عندي بشكل، انا بحدد الشكل كيف بدي اياه. في ولنفترض بشكل هذا الكير، يعني راح احطه هيك، راح اخليه يلف شوي. انا عندي هذا الخط المنحني بدي بدله بالشكل المستقيم، راح اعطي ديليت لهذا او اخليه على الجنب. راح اعطي موف من هون لهون، راح اعطي اكسترود، راح ننزل اكسترود كيرف الون كيرف، او ممكن تكون كيرف سب كيرف. راح اخذ هاي اكسترود كيرف الون كيرف، نحن محددين هذا الشكل. راح نحدد الباث للسيرفس للكيرف، سوري
فراح تعطيني هذا الشكل. طيب انا بدي اياها على مسافة معينة. اكسترود كيرف الون كيرف، بدي احدد السب كيرف، هاي فعالة فبتصير عندي بهذا الشكل. تبلش من هون وتمشي معي على السب كيرف. حددنا البات، بنحدد نقطة البداية وبتمشي. أنا بدي إياها بس للنقطة هاي، فصارت معي بهذا الشكل. طيب في عنا شغلات تانية بالإكسترود كيرف اللي هي إكسترود كيرف تو بوينت. يعني أنا راح أعطي إكسترود كيرف، راح أنزل على بوينت تو بوينت، راح تعطيني هيك. لأكون صريح معكم استخدامها شوي نادر، لأن احنا ما بنشتغل هيك أشكال بأنه منتهي بنقطة، يعني حتى ما بنعرف شو ممكن نستفيد بهذا الشكل. خلينا نشوف إذا بنعطيه أكثر شغلة أنا بتخطر ببالي إنه أعطيه offset surface. راح أعطي distance تكون 2 مثلا، راح أعطي بولر هراي، راح أحدد النقطة اللي تحت هي السنتر تكون تبعها، بدي إياه يتكرر 5 مرات، فأعطتني هذا الشكل. هلا بصراحة أنا ما كنت مجهز إنه شو بدي أشتغل فيها، إيه بس مثلا بيطلع معنا هيك شكل. هلا إنه أوكي ما في شي كتير مميز، بس خلينا نكون الشكل منطقي أكتر شوي. راح أعطي سبلت، ممكن تاخد شوية وقت لأنه في سيرفس كتير عندي. اوكي الجهاز صار فريز، بس ثواني. اوكي هذول فين ناخذهم نحذفه، فصار عندي هذا الشكل. مثلا نعطيه ميرور، صار عندي هذا الشكل. خليه هو هذا الشكل هيك. راح اعطيهم بولن يونيو، ثواني الجهاز ما بعرف شو صار فيه. اوكي راح اعطي بولر ري، بس بدي 360 درجة. اوكي هلا صار عندي هذا الشكل. هلا هو كتير كومبلكس بعضه، فيلي انا رح اسويه رح اعطيهم جروب، وراح اعطي اكستراكت واير فريم. صار عندي هذا الشكل، سيبو اعمل ان جروب، راح حاط الخطوط مع بعض جوينت لنشوف. هلا عندي رقم كبير، يعني تقريبا كان 2819، صار عندنا 743، يعني صارت احسن شوي. راح حدد كل شيء، راح اعطي بايب راح تاكل معنا شوية وقت كمان. هون واحد هلا كبير شوي، واحد خليها 0.3.
استنى شوي. بس كمان نستنى شوي لأنه الجهاز ما بعرف شو. يعني طلع معنا هذا الشكل، هو نوعا ما معقد شوي بس صعب يطلع معنا في برامج تاني بهالسرعة هاي، رغم انه ما فيه تخطيط، ما فيه استدراك للأشياء اللي نحن بدنا اياها، بس بشكل عام انه اتس اوكي، يعني ما نبطل. اوكي، هاد كل شيء للاكسترود، يعني فينا شو فينا نستفيد منه، شو فينا نشتغل معه بادوات تانية لحتى ناخذ على النتيجة اللي نحن بدنا اياها.